مرحبا بكم في مكتبة مدينة بيفرتون. تقع المكتبة الرئيسية على زاوية الفيفث وهول في بيفرتون، حيث شيدت في عام 2000. تشغل المكتبة ما يقارب 69 ألف قدم مربع، وتحتوي على قرابة 300 ألف مادة. يمكنك استعارتها باستخدام بطاقة عضوية المكتبة. تعتبر مكتبة مدينة بيفرتون عضو في مجموعة خدمات مكتبة مقاطعة واشنطن التعاونية. لذلك عند استخدامك بطاقة المكتبة الخاصة بنا، ستتمتع بميزة العضوية لدى 18 مكتبة تابعة للمقاطعة. هل تعلم أنه إذا كنت تعيش في مقاطعة واشنطن، مولتينوما، كلاكاماس أو هود ريفر في ولاية أوريغون ومناطق أخرى تابعة لساوث ويست واشنطن، تحصل على بطاقة مجانية؟ فقط قم بالتحدث مع استعلامات المكتبة للتسجيل. يوفر قسم الأطفال في مكتبة بيفرتون نشاطات مختلفة للأطفال، من ضمنها قراءة القصص أكثر من 10 مرات أسبوعياً، إضافة إلى أكثر من 30 برنامج شهرياً للأطفال من مختلف الأعمار والاهتمامات. كما يوفر قسم الأطفال مساحة للعب وطاولات لأداء الواجبات المنزلية والقراءة والاستمتاع. تفتخر مكتبة بيفرتون باحتوائها على مجموعة كبيرة ومتنوعة من كتب الأطفال، تتوفر بأكثر من 20 لغة. في الطابق العلوي للمكتبة تتوفر كتب للبالغين والشباب، كما توفر خدمة الإنترنت واستخدام الكمبيوتر المجانية، بالإضافة لخدمة الطابعة والسكانر بأجور رمزية. توفر المكتبة جو مريح يساعد على الاسترخاء والتمتع بقراءة الصحف والمجلات والكتب المفضلة لديك. لدينا غرفة تحتوي على مختلف اللغات العالمية، وتحتوي على مواد بإثنى عشرة لغة من ضمنها العربية. كما لدينا كتب تعليم اللغة الإنجليزية ودروس للحصول على الجنسية الأمريكية مجاناً. مرحباً بكم في غرفة الشباب، حيث تتوفر لدينا مساحة خاصة لطلاب المراحل الدراسية ما بين الصف السادس والثاني عشر. وخلال العام الدراسي يوفر فريق المتطوعين خدمة مساعدة الطلاب لأداء الواجبات المدرسية مجاناً، إضافة إلى الكتب والموسيقى والألعاب والأقراص المدمجة من كل الأنواع. كما لدينا مجموعة خاصة من الزينز والكوميكس. هل تعلم أن بواسطة بطاقة المكتبة يمكنك الحصول على دخول مجاني إلى العديد من المواقع السياحية المحلية، مثل الحديقة الصينية والحديقة اليابانية وقصر بيتوك وغيرها مجاناً؟ يمكنك الاستمتاع بعالم واسع من الخدمات المكتبية وأنت في المنزل عبر الإنترنت بواسطة بطاقة المكتبة، من ضمنها طلب الكتب، تعلم مهارات جديدة من موقع lynda.com، وتصفح جدول الفعاليات الخاص بالمكتبة. نأمل أن نراكم في المكتبة قريباً. أهلاً وسهلاً بالجميع.